اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي تحيا مصر في كل مكان. تغطيه اخباريه رياضيه جديده لاهم واحدث الاخبار الرياضيه اللي حصلت خلال الساعات الاخيره. لا صوت يعلو في اليومين دول غير صوت منتخبنا الوطني اللي بيستعد لخوض طبعا مواجهة مهمة أمام نيوزيلندا في البطولة الودية اللي هتجمع أربع فرق أو أربع منتخبات على طبعا القاهرة وفي الأراضي المصرية، سواء في استاد القاهرة أو كمان استاد الدفاع الجوي. نيوزيلندا منتخبنا الوطني، منتخب مصر، تونس وكرواتيا بكامل نجومها. وعود مهمة من المسؤولين في اتحاد الكورة عن ان كاس العاصمة الادارية هتكون حدث رياضي غير مسبوق، بنعلى بسقف التوقعات الجامد، مش بس عشان تصريحات وعود اتحاد الكورة، وانما كمان عشان ده الظهور الاول للعميد حسام حسن في قيادة منتخبنا الوطني. ولما نرجع تاني للعود الرسمية اللي طالعة من شخصيات لها حيثية واهمية كبيرة في اتحاد الكورة، هنلاقي انه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة تعهد بان كاس العاصمة الادارية هيكون حدث غير مسبوق، مشيرا الى ان المنتخبات الاربعة اللي هتشارك ستأتي دون عقود. الاربع منتخبات اللي جايين من غير عقود. العطار قال من ساعات قليلة في تصريحات تلفزيونية انه دايما بيتم القاء اللوم عليهم كاتحاد الكرة بانهم رد فعل مش فعل، ولكن المرة دي استشعروا بان الشركة الراعية للبطولة متعسرة وليس شركة وهمية كما قيل، بل انها شركة موجودة لكنها لم تستطع استكمال اتفاقها، وشعرنا هذا الامر مبكرا. ده زي ما بيقول وليد العطار. وبيضيف كمان المدير التنفيذي لاتحاد الكرة انه تواصلوا مع باقي الاتحادات لمعرفة اذا كان هذا الامر لدينا فقط ام عند الكل، والتواصل ظل قائما مع الاتحادات الاخرى لمدة 4 أو 5 أيام، واخذنا القرار سويا وقلنا لجميع الاتحادات بكل ثقة اننا نستطيع استضافة البطولة في مصر، وهذا او هذه الثقة نابعة من مؤسسات مصر القوية. الأمر حدث سريعا بعد التواصل مع الشركة الراعية. الدكتور كمان وليد العطار أكمل كلامه قال أنه أوعد الجماهير أنه هذا الحدث سيكون غير مسبوق، والأشخاص اللي هتحضر البطولة دي سترى مفاجآت كتيرة، وسيكون هناك فقرات فنية، وجميع المنتخبات هيجوا بكامل نجومهم على رأسهم طبعا منتخب كرواتيا واللي بيضم كوكبة كبيرة من النجوم أهمهم لوكا مودريتش نجم وأسطورة ريال مدريد. وتابع وليد العطار ان البطولة هتكون قوية، وادعو الجماهير للتواجد في مباراة المنتخب عشان يساندوا بداية التوأم الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن. كمان قال انه تواصلوا مع الفيفا بعد الحصول على الموافقة باستضافة البطولة في مصر، ووافق فيفا على ادراك كأس العاصمة الادارية ضمن سلسلة فيفا الجديدة، وطلب كمان فيفا بعض الشروط لتطبيقها خلال البطولة فيما يخص البث التلفزيوني وامور اخرى. وتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تصريحاته بان المنتخبات المشاركة في البطولة كانت وقعت عقود مع الشركة اللي كانت هتنظم البطولة، لكن دلوقتي المنتخبات دي هتيجي عشان تشارك في كاس العاصمة الادارية بدون اي عقود، ولديهم ثقة كبيرة في مصر اللي انقذت المعسكرات الخاصة بهذه المنتخبات. في السياق ده أعزائنا المشاهدين، قرر اتحاد الكرة طرح تسعير مخفضة للجماهير المصرية لتشجيعهم على حضور مباريات منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن في كاس العاصمة الادارية الجديدة اللي تستضيفها مصر في الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري. طبعا هيبدأ منتخب مصر اول مبارياته يوم 22 مارس بمواجهة نيوزيلندا، بينما تلعب تونس امام كرواتيا على ان يلعب الفريقين الخسرانين على المركز الثالث يوم 25، والكسبانين هيقابلوا بعض يوم 26 على لقب البطولة. شملت طبعا قائمة معسكر منتخبنا تواجد اربع حراس منهم ابو جبل حارس البنك اللي بيتواجد بشكل دائم خلال الفترة الاخيرة، ثلاث حراس جدد عواد حارس الزمالك، المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، ومصطفى شوبير حارس النادي الاهلي اللي متألق خلال الفترة الاخيرة. طبعا الاسماء دي بنأمل انها تظهر بشكل جيد والتمسك بفرصة التواجد في صفوف الفراعنة بالعهد الجديد مع الكابتن حسام حسن. ضمن الاسماء اللي قلت لحضراتكم او اللي عادت مرة تانية للتواجد مع المنتخب بعد رحيل فيتوريا وتولي حسام حسن هم رامي ربيعة مدافع الاهلي، اكرم توفيق لاعب نادي الاهلي، محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا كليوباترا، محمد مجدي قفشه صانع العاب المارد الاحمر، احمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، ومحمد الشامي مهاجم المصري اللي لاول مرة بينضم الى منتخبنا الوطني. من المنتظر طبعا ان الاسماء دي تبذل كل جهودها من اجل تثبيت اقدامهم مع المنتخب
المنتخب والتواجد في المعسكرات اللي جاية تحت قيادة الكابتن حسام حسن. وفي النهاية بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة ونشوفكم في تغطية كبيرة وجديدة من تلفزيون تحيا مصر.